متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله مساءكم بكل خير وصحة. نقدم لكم حالة الطقس المتوقع في عموم مناطق المملكة خلال يوم غد الأربعاء بمشيئة الله. نبدأ معكم بتوقعات العاصمة عمان لهذه الليلة. متوقع أن تكون الأجواء مستقرة غائمة جزئيا بسحب ارتفاعات متوسطة وعالية مع صغرى متوقعة في العاصمة عمان بحدود 11 درجة مئوية مع نسب رطوبة تقريبا بحدود 70% بمشيئة الله تعالى. توقعات الخاصة بيوم الغد، نبدأ معكم في شمال المملكة. توقعات بأن يطرأ ارتفاع ملحوظ وكبير على الحارة بحيث تتجاوز معدلاتها المعتادة في مثل هذا العام تقريبا بحدود 10 درجات مئوية. نلاحظ معكم العظمى في المناطق الشمالية تتراوح ما بين 25 درجة مئوية في جرش والمفرق إلى حدود 23 درجة مئوية في إربد، وكذلك الحال في عجلون، في حين تكون أقل من ذلك بقليل في مرتفعات عجلون مع أجواء غائمة جزئيا بوجه عام بسحب على ارتفاعات متوسطة وعالية. توقعات المنطقة الوسطى، نبدأ معكم بالعاصمة عمان. 25 متوقعة كعظمى، 23 في مادبة، في حين تلامس حاجز 30 درجة مئوية في منطقة البحر الميت. في الزرقاء تقريبا بحدود 25 درجة مئوية مع ظهور للسحب المتوسطة والعالية. توقعات المنطقة الجنوبية من المملكة، متوقع أن تشهد بعض المناطق الجنوبية تكاثرا للسحب الركامية الرعدية بحيث قد تؤدي إلى هطول زخات محلية رعدية من الأمطار، لكن لفترات وجيزة ومحدودة تمهيدا لنشوء أحوال جوية غير مستقرة تعبر معها جبهة هوائية باردة مع ساعات مساء الخميس. نلاحظ معكم التوقعات في معان وجبال الشراق، قد يكون هناك هطول لزخات محلية رعدية من الأمطار لفترات وجيزة، في حين أجواء غائمة جزئيا في عموم باقي المنطقة الجنوبية مع عظمى بحدود 25 درجة مئوية. عظمى متوقعة في مدينة العقبة بحدود 30 درجة مئوية وأجواء غائمة جزئيا بهذه السحب المتوسط والعالي. توقعات المنطقة الشرقية، درجات حارة في أواخر العشرينات درجة مئوية وأجواء فعلا مائلة إلى الحارة في تلك المناطق مع نشاط تدريجي للرياح الشرقية وظهور تشكيلات من السحب المتوسطة والعالية. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.